الجنس عزيزي المشاهد هي عملية طبيعية تقوم بها الكائنات الحية في سبيل التكاثر والحفاظ على نوع أو السلالة. هذا هو التعريف اللغوي البسيط الكيوت اللاتيني. ولكن إذا جينا نشوفه على الميدان فإن الجنس مش مجرد عملية وإنما حاجة معقدة لأبعد حد، تاخذ أبعاد أكبر برشا من مجرد التعريف اللي قلت. هو في الواقع فعل حدد مصائر ناس وعائلات بأكملها، وأقيمت جراء حروب دامية وانبثقت منه حتى صناعة تقدر قيمتها ببلايين الدولار. باختصار كما يقول عالم النفس الشهير سيغموند فرويد، الجنس يحرك التاريخ. ولكن اللي يعنينا في حلقة اليوم هو السيكو سيكو، الحبشتكنات، اللقطات اللي تظهر كل ما يدخل عليك أمك وبوك وانت تتفرج، واللي صاروا الصناع يتفنوا في تصويرها يذب من خلالها عدم ارتياحك لأقصى حد في أي قاعدة عائلية. فكيف بدأت قصة المشاهد المخلة أو الجنسية في الأعمال السمعية البصرية، وما السبب الحقيقي وراء تواجدها المكثف، وبالأخص كيف يمكن أني نحمي نفسي أو عائلتي من المشاهد الجنسية في الأفلام والمسلسلات؟ برنا نبدأ. حاجة مباشرة بالبداية عزيزي المشاهد، إذا ناخذ أي معيار اجتماعي أخلاقي ديني فإن المشاهد المخلة هي مرفوضة تماما. ولكن اليوم باش نشوفوا الحكاية من منظور أكثر تاريخي فني، ولذا لازم نرجع إلى غاية العام 1896. في ذلك الوقت الأفلام كانت صامتة والسينما بدأت تتحول شيئا فشيئا إلى صناعة، فكل واحد عنده كاميرا كان يعمل في أفلام قصيرة ويجرب في أفكار جديدة من هنا ومن خلف، إلى أن يجي سي ويليام هيز ويصنع فيلم ذا كيس القبلة، الفيلم اللي احتوى على أول مشهد تقبيل أو بوس في تاريخ هوليوود واللي مهد طريق للبقية من بعده. ورغم أنه المجتمع الأمريكي كان محافظ نوعا ما في الفترة هذيك، إلا أنه حرية طرح المواضيع كانت موجودة في الأفلام، وشفنا أفلام تحكي على المثلية والعلاقات خارج الزواج والبيدوفيليا وغيره. ولكن ومع بداية الثلاثينات وبعد الكساد العظيم، صوت المحافظين صار هو الأعلى. The speculative bubble burst, causing financial panic. Through a domino effect, the whole of the stock market collapsed. The cumulative losses amounted to $30 billion, 10 times the US Federal Reserve budget, and more than the United States had spent during the whole of World War I. والحكومة والتي تضغط بشدة لمقاومة الانحلال الأخلاقي اللي تقدم فيه هوليوود، وهذا ما أدى إلى ظهور الهيز كود. الهيز كود هذا كان نوعا ما نظام داخلي فرضته الرقابة، مجموعة شروط وقوانين لازم يلتزم بها أي واحد نمي يعمل أفلام في الفترة الممتدة بين 1934 و1968. المهمة الأساسية لها قانون الإنتاج كانت توضيح الحاجات المقبولة والحاجات المش مقبولة في الصناعة. فكانت أهم النقاط اللي تطرق لها هي منع تصوير أي مشاهد جنسية، عدم عرض أو حتى التلميح لأي علاقة خارج إطار الزواج، منع تقديم قصص الحب بين الأعراق المختلفة، كما كان فما منع زادة لمشاهد العنف الشديد والكحول والمخدرات وغيره. القانون هذا كان بمثابة الكارثة على الصناع اللي لقاو رواحهم مكبلين وغير قادرين على التعبير بحرية، فكانوا يضغطوا على الهيئة من جهة ويحاولوا يتحايلوا على القانون من جهة أخرى بطريقة كرييتيف شوية. بحلول 1968 العادات الاجتماعية صارت أكثر ما يسمى تحررا، والعقليات ولات مختلفة تماما على عقليات الثلاثينات، وهذا اللي أجبر جمعية الصور المتحركة الأمريكية أنها تتخلى على الهيز كود وتعوض بالريتنج سيستم. الريتنج سيستم هذا ممكن نفسره في حلقة كاملة وحده، ولكن باختصار أي فيلم تتخيله في مخك صار مسموح بصناعته بداية من 1968، ولكن على شرط أنه يندرج تحت تصنيف معين حسب السن. ومن وقتها بابا عينك ما ترى إلا النور، وبدينا نشوفه في أعمال أنواع وأشكال تقدم كل حاجة تتصورها في مخك وحتى ما تتصورهاش، منهم اللي بلغ تقريبا درجة الفيلم الإباحي. والوضع مازال متواصل لليوم، ولينا نشوفه في أعمال شهرتها كاملة قائمة على المحتوى الجنسي اللي فيها. فلي سائل أن يتساءل علاش، ما هي الأسباب اللي تخلي الصناع في هوليوود وغيره يكونوا مصرين على تواجد المشاهد هذه في أعمالهم؟ الحقيقة الموضوع مش بهذه البساطة، والأسباب هي مختلفة ومتشعبة، ولكن نجم نحصرهم في ثلاث نقاط رئيسية. أولا دافع فني، يعني المخرج أو غيره يوظف الجنس خدمة للقصة ولإذفاء عمق أكبر عليها، وإلا لطرح مواضيع جريئة، فتصبح المشاهد هذه ضرورة بالنسبة لي للتعبير على
الرؤية الفنية الجمالية الإبداعية كما فيلم عصفور السطح مثلا. الدافع الثاني هو الدافع أيديولوجي، وين يكون الجنس وسيلة لخدمة أجندة أو فكرة معينة، وهذا صار تكتيك هوليوود والإعلام الغربي بصفة عامة في السنوات الأخيرة. نصدم المشاهد ونقدم الأفكار اللي نحب نقدموها بأكثر طريقة متطرفة وجريئة، وهذا اللي يخلي الفكرة عندها مقبولية أكثر عند المشاهد إذا كانت معتدلة. عارفك ما فهمتنيش عزيزي المشاهد، لذا خليني نعطيك مثال المثلية الجنسية. المثلية الجنسية كانت مرفوضة تماما في المجتمع إلى أن جاءت هوليوود وقامت بعملية إغراق كلي للأعمال بكل ما هو ألوان وخزعبلات وبأكثر طريقة مقرفة، وهذا اللي يخلي المشاهد يتقزز صحيح من المشاهد هذه ولكنه يقبل مثلا عرض علاقة مثلية معتدلة مسالمة تجلب تعاطف. باختصار المطلق كان يرفض الفكرة كاملة في الماضي، ولكن بعد تكتيك هوليوود هذا صار يرفض سوى جزء بسيط منها. هذا هو التكتيك، اكبس تلقى ما ترخص. بالنسبة للسبب أو الدافع الثالث فهو الدافع التجاري، وهو الدافع الرئيسي والحقيقة الثابتة الوحيدة وراء المشاهد هذه. فأحببنا أم كرهنا عزيزي المشاهد فإنه الجنس يبيع وقد يكون أكثر حاجة تبيع في العالم، ولذا فهو الملاذ لكل فيلم يحب يحقق أرباح مهولة بأسهل طريقة ممكن. أنت سامع أفلام فاشل والسيناريو بتاعك على الحيط وزيد فشل باش تخاطب وجدان المشاهد وتجلب اهتمامه بطريقة فنية، مش مشكل خاطب غرائزه وجيب لنا مثلا سيدني سويني تعطينا مشاهد سيكو سيكو كيما نعرف انا، نفسي اللي يتفرج قداش انت انسان غير كفء وغير قادر على انجاح العمل متاعك باعتماد الوسائل الفنيه اللازمه. باختصار عزيزي المشاهد فانه المحتوى الجنسي باش يكون ديما موجود في الاعمال السمعيه البصريه، وصعيب ياسر بل تقريبا مستحيل انه نسب تواجده تتراجع، ولذا فانه لو على هوليوود لا يجدي نفعا، وانما صار من واجبك انت انك تحمي عائلتك ونفسك والمحيطين بيك من خطر المشاهد هذه. الحل اسهل مما تتصور. بكل بساطه عزيزي المشاهد، قبل ما تدخل تشوف اي فيلم او مسلسل تحل الجوجل وتدخل موقع IMDB، تكتب اسم الفيلم اللي تحب عليه، تهبط لين تلقى البارنس جايد، تدخل للبارنس جايد فتلقى الموقع يحكي لك على المحتوى الجنسي في العمل هذاك، وهكا تنجم تعرف هل العمل امن من هذه المشاهد والا لا. في النهاية عزيزي المشاهد، التواجد المكثف للمحتوى الجنسي في الأفلام والمسلسلات قد يعبر على قلة كفاءة الصناع صحيح، ولكنه في الواقع ما هو إلا تلبية لرغبات الجمهور وتجسيد للقيم المهيمنة في عالم اليوم، وهو نتيجة لتواصل سياسات التشجيع على الاستهلاك اللي تربط السعادة والرفاه بالمظاهر والأشياء المادية، فتقدم بذلك سعادة هشة تشيئ البشر وتفقرهم من أي معنى في سبيل تحقيق الربح. كان عجبك الفيديو تنسيش لايك سبسكرايب وشير. الرحمة على الشهداء والمجد للمقاومة، إنه لجهاد نصر أو استشهاد، وبرا تفرج.